طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغلة، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزارة مضبوطة، تربية، جهال، تخلف، مدارس ابتدائية ومتوسطة حششة، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنة؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه، شباب مجوره، شباب ما عدها يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع للنهروان، فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ؟ اهلا بكم من جديد. بعد مرور اكثر من سنه على قدوم حكومه الكاظمي إلى العراق، لم يشهد العراق سوى المزيد من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية. وحديث اليوم عن تعديل حكومي يشمل 5 وزراء، فلماذا هذا التوقيت وما فائدته؟ وهم يتحدثون عن انتخابات مبكرة، حيث كشف نواب في العراق اليوم الثلاثاء عن تغيير وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي من المرتقب أن يجري خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الانتقادات الشعبية لأداء الحكومة وتعثرها في تنفيذ برنامجها الذي تقدمت به قبل أكثر من عام وصوت عليه البرلمان. تحدث القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم النائب رحيم العبودي، وقال بأن الكاظمي اتخذ قرارا باستبدال 5 وزراء في حكومته، وبين في تصريح صحفي بأن التغيير سيشمل وزراء الزراعة محمد كريم الخفاجي، والصناعة منهل عزيز الخباز، والتجارة علاء الجبوري، والمالية علي عبد الأمير علاوي، بالإضافة إلى اختيار وزير جديد للصحة بدلا عن حسن التميمي الذي استقال أخيرا على أثر فاجعة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد. وأشار إلى أن استبدال الوزراء 5 سيجري على دفعتين، الدفعة الأولى ستشمل استبدال وزيري الزراعة والصناعة واختيار وزير جديد للصحة، ولفت إلى أن الدفعة الثانية ستتضمن استبدال وزيري المالية والتجارة، وأكد بأن تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري تبنى هذا التعديل بدعم من رئيس الوزراء. لفت العبودي إلى أن التغيير الوزاري المرتقب يحمل أبعادا سياسية وانتخابية، وأشار إلى أن بعض القوى بدأت تتحدث منذ الآن عن تشكيلة الحكومة المقبلة قبل إجراء الانتخابات المبكرة كما أطلقوا عليها. في المقابل أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي بأن وزارة الصحة في حكومة الكاظمي من حصة تحالف سائرون، كل وزارة في الحكومة من حصة جهة سياسية محددة، لذا فإن تحالف سائرون كما قال سيقوم بترشيح وزير الصحة الجديد. بيّن بأن الحكومة الحالية تشكلت وفقا للمحاصصة، لذا فإن اختيار وزير جديد سيكون وفقا لهذه المعادلة التي انبثقت الحكومة على أساسها وفق قوله. طبعا بحسب مسؤول سابق تحدث إلى صحيفة العربية الجديد، فإن أي تعديل وزاري لا يمكن أن يمضي ما لم يحصل رئيس الوزراء على ضوء أخضر من الكتل المتنفذة في البرلمان التي تمتلك القدرة على إجهاض أي مقترح للتعديل لا يحظى بموافقتها كما قال. وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن رئيس الحكومة سيجد نفسه ملزما باستشارة الكتل السياسية المعنية، أي التي ينتمي إليها الوزراء الذين ينوي تغييرهم قبل طرح التعديل الوزاري في البرلمان. وأشار إلى صعوبة إجراء تعديلات كبيرة في حكومة مصطفى الكاظمي التي بقي من عمرها أقل من 5 أشهر، وقد يقتصر الأمر على وزير أو 2، موضحا بأن كل ذلك يبقى رهنا لتوافقات القوى البرلمانية
الكبيرة. طبعا حكومة مصطفى الكاظمي نالت ثقة البرلمان في 7 مايو أيار من العام الماضي 2020 بدلا عن الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي التي أرغمت على الاستقالة نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2019 على وقع الاحتجاجات وثورة تشرين الواسعة التي شهدتها البلاد، وقابلتها السلطات بعمليات قمع غير مسبوقة أوقعت أكثر من 800 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، وما زالت أو ما زال مسلسل الاغتيال والاغتيالات مستمر بحق الناشطين والمتظاهرين في العراق. أكثر من سنة على حكومة مصطفى الكاظمي، هناك حديث عن تغيير وزراء. زين، ليش ما تفطنوا قبل فترة بتغيير هؤلاء الوزراء إذا لم يكونوا يعني أهل لهذه الوزارة أو تلك؟ ليش اليوم بعد عندنا مثل ما هم يريدون يسووها؟ طبعا هناك رفض شعبي واسع لإجراء هذه الانتخابات ومطالبات بتغيير النظام السياسي بشكل عام وشامل. لماذا يتم تغيير هؤلاء الوزراء في هذا الوقت وهناك حديث من قبل مسؤولين بأن هناك اتفاق وإعداد حتى لأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التي سوف يتم إجراؤها في شهر أكتوبر شهر 10 من هذا العام؟ طبعا احنا نتحدث عن الأزمات مثل ما قلنا في البداية بأنه أكثر من سنة والعراق لم يشهد سوى المزيد من الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية وكثير من الأزمات والخدمية. طبعا اليوم يعني قبل شهر تحدثنا عن هذا الموضوع بأنه مصطفى الكاظمي، حكومة مصطفى الكاظمي وافقت على إعطاء هدية إلى وزارة الدفاع اللبنانية. تدرون ما شاء الله العراق ما عليه ديون، بس 134 مليار دولار، وما شاء الله شبابه يعني كلهم متعينين وعندهم وظائف والأمور ماشية 100 100، وتقريبا الشعب العراقي كله لقح. فخطية يعني لبنان بلد شقيق ومحتاج 3 مليون دولار، فالجماعة شالوا 3 مليون. اليوم الوفد الحكومي من وزارة الدفاع أو البارحة بالتحديد يوم أمس الاثنين وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتسليم الهبة كما أطلقوا عليها التي أقرها مجلس الوزراء. وتحدث مدير مكتب شبكة الإعلام في بيروت أمين ناصر لوكالة الأنباء العراقية بأن وفدا كبيرا يضم 12 قائدا عسكريا وضابطا إداريا في وزارة الدفاع وصل يوم الاثنين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وأضاف بأن الوفد قام بتسليم الهبة المقدرة ب3 ملايين دولار إلى قيادة الجيش اللبناني والتي أقرها مجلس الوزراء لمساعدة لبنان. طبعا هي تقريبا مع الإعلان أو قبل الإعلان تم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، وكذلك يعني بدأ الحديث عن أن العراق يمر بأزمة اقتصادية ولهذا خفض من سعر الدينار، وهذا ضر الموظف وضر المواطن العراقي بشكل عام. يعني هاي 3 ملايين إلى وزارة الدفاع اللبنانية، هاي العراق عنده مشاكل مالية واقتصادية وشباب الخريجين ما لاقين وظيفة ولا عمل. ما نقول إلا لك الله يا عراق. معنا أبو علي من ميسان من واسط. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا حياك الله، يا أهلا بك. يعني بالنسبة لعنوان الحلقة عن وزراء الكابينة، إذا أعلق على الخبر اللي قلته حضرتك، يعني نعم، يعني هل العراق عنده فائض بالموازنة حتى يمتلك هبات؟ احنا تقديرنا واحترام من الشعب اللبناني، نعم، هذا شيء. لا يعني العراق اذا 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 اموره عادله ومستقره ما بيشي. هو هذا، نعم، هو هذا استاذ عمر. يعني احنا يعني مساعده العراق للشعوب العربيه الشعب ما يقول لا، لكن هل من معقوله انت يعني تقصر برواتب الموظفين وعدم توفر الحصه التموينيه، وهناك عندك التقصير في الصحه وفي التعليم وفي الكهرباء وفي الغاز، وتستورد الغاز وتستورد البنزين وتستورد النفط والكهرباء تستوردها تشتريها، وتتبرع 3 ملايين دولار يعني للشعب اللبناني؟ احنا الشعب يعني يستاهل، لكن احنا كشعب عراقي ما عندنا ثقة بالحكومة اللبنانية، لان الشعب اللبناني جاي يظاهر عليهم.
لكن الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية طالعة من ضخم واحد فيه. نحن هذا صحيح نختلف فيه، اثنينهم توافق عليهم إيران يلا يصيرون بالحكومة. إذا المساعدة هذا أمر، ترى مو مساعدة من العراق، لكن مساعدة من أموال العراق. زين السؤال ليش تاش؟ مو أكو حوالات بنكية من البنك المركزي العراقي والبنك المركزي اللبناني غير المفروض هيك هذه السياقات الدولية؟ هذا يعتبر غسيل أموال. الكاش ينقل من دولة إلى دولة وما يمر عن طريق القنوات المالية، هذا أعتقد يعني غسيل أموال. شلون لميتوها الكاش يعني؟ هل هم أنت همينة بعتوا العملة وخليتوها يعني بعتوا دينار وخليتوا العملة وجبتوها بالكاش؟ زين إحنا شلون يعني شلون بلد مديون تقريبا حوالي 70 مليار دولار زين حتى مو دين يتبرع أبو علي؟ هي هو تبرع. نعم هبة هبة تبرع. يعني انت شلون يعني الدول اللي تطلبك 70 مليار شلون تثق فيه؟ انت سددني وتعال اقعد تبرع انت. فهي هي اوامر، امر من ايران، خذوا فلوس من عندكم ودزوها لذيك الحكومه. فرئيس الوزراء لي يسوي الاجتماع ودزها، لان الشعب ما مقتنع. انت شلون تقنعني؟ انا كشعب اقنعني. هذا بالنسبه للخبر اللي قلته. الثاني نعم. الوزراء تغيير خمس نعم هو تقييمك لحكومه المالك بعد مرور اكثر من سنه واليوم يتحدثون عن تغيير خمسة وزراء وهم يريدوا يسوون انتخابات. زين سنة صار التشكيل الحكومي الشكل تتذكر برمضان. زين السنة شنو اللي حققوه هذول الوزراء؟ لما يقول راح أبدلهم يعني هم يا أما فاشلين ومقصرين أو فاسدين. لأن الناجح ما يتبدل، هذا معروفة. أنت إذا مقدم برنامج وتشوف إنه اتصالات عليك هواي وتحاور المستمعين وتجي اتصالات ما تلحق عليها، يعني أنت مقدم ممتاز. المفروض اني اوسع لك ساعة البث او اني انطيك يعني مجال اكثر. طيب اذا راح اغيرك مع العفو استاذ عمر، نعم. من راح اغيرك يعني انت ما ناجح ببرنامجك. نعم. كذلك الوزراء يعني هل هم مقصرين؟ لازم المقصر يحاسب غير هذا القانون. نعم. اللي يعني خليت ثقة الحكومة، خلت ثقتها بهذا الشخص، ومثل ما يقولون هم طبعا هم اللي يقولون، احنا ما نقول انهم هذول حكومة تكنوقراط، يعني الوزراء ما مرشحون، لكن احنا همينا ما عنده تقبيل. الوزير اذا ما يوافق عليه الحزب الفلاني ما يترشح. زين تحاكمهم لو ما تحاكمهم هذول الوزراء اللي طلعتهم، شنو سبب خروجهم؟ زين انت اساسا كرئيس وزراء قلت انا راح احاسب قتلة المتظاهرين واكشفهم وما طلعت احد. زين قلت راح احاكم الفاسدين ولا واحد يتحاكم، وسؤال من اين لك هذا لحد الان ما تطبق. زين اجراء انتخابات مبكره مثل ما يقولون اتأجلت، ومعنا متأكدين انها راح. السلاح المنفلت والميليشيات اللي نشوفها اليوم تمشي بالعراق تعطي يعني الفساد موجود. زين وين هي؟ ما تقدر انت تقول العصائب اهل الباطل سراي السلام تقول لهم يا ابو اوقف ادحتكم لا حد يمشي، ما تقدر. واعتقد ان هذول ربع الله ما ادري منهم اللي طلعوا الظاهره وسكروا الشوارع، يقول الكاظمي انا تفاجأت بيهم، رئيس وزراء قائد عام القوات المسلحه يقول تفاجأت، ويطلع لي مقتدى هو وجماعته يتظاهرون بالنجف وكربلاء وبغداد، والله نريد نحمل المعتبات المقدسه، عندنا معلومات استخباريه. اذا المعلومات الاستخباريه ما تمر على قائد عام القوات المسلحه بعد رئيس انت، شنو منصبك انت بالحكومه؟ شنو اللي حققته انت للشعب؟ زين هذول تغيرهم انت غير تقولنا ليش انا غيرتهم؟ ما مقصرين حاسبهم، من اللي اختارهم؟ انت اختاريتهم. وخمس نعم. وزراء ترى مو شويه، وهذا اللي صار مع وزير الصحه، فقط قدم استقالته وخلص بعد فاجعه مستشفى ابن الخطيب. هذا وزير الصحه نعم. يعني تبتت الادله كلها ان هي اساسا اتفاقيه، انت يا وزير تقدم استقالتك ما نحاسبك، نذبها براس مدير المستشفى. نعم. ويا هو اللي جابه خاف يقولون ما جانا، هو هم نوس يعترفوا بعدين تعاركوا بيناتهم الاحزاب، التيار الصدري هو اللي جابه، هو اللي وافق عليه. بس ما يقدر يحاسب مقتدى، وانا دوم اقولها برنامجك وبرامج اخرى، مقتدى ما حد يقدر يحاسب. رجل ايده فوقهم كلهم. رجل عنده سلطه، عنده سلاح. ما يقدر. عشان لو لاحظ انت الكاظم يتغازل به سيد المقاومه، سيد المقاومه شنو؟ قاوم منه؟ قاوم اللي جابوا لكم الحكم وانطوكم اياه؟ مي معقوله واحد يقاوم اللي ساعده وايده تمدت له. فلذلك ساد هو اساسا كل هذه الحكومه ضحك على الدقون، حكومه مشتركه بين الحكومه اللبنانيه والعراقيه. حكومة إيران تأمرهم تقول سووا كذا وافعل كذا، والوزراء خلينا نشوف يعني جيبوا، لأن أنت جايك الانتخابات بشهر 10 تغيرهم بالمن.
نعم. بقيهم وانتهى الموضوع. أنا كذا بقول لك تصفر الرواتب. نعم. أنا أشكرك أستاذ. أنا أشكرك أبو علي من الواسط كان معنا. معنا اتصال سعد من السعودية. تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة وأهل العراق المباركين. يا أهلا بك. ما يحدث هو تخادم مصلحي من عصابات الكاظمي وجماعته. هذا العصابة هذول يفكرون أن الشعوب ما تعي لعبة المصالح اللي قايم عليها سياستهم هذه، والشعب العراقي كشف بفضل الله وكشف هذه اللعبة لكل العالم، ما هو للكاظمي. وانت يا الكاظمي من راح تسير هذول الرجال اللي يوقفوا من إيران من أجل استعادة بلدهم واستعادة كرامتهم واستعادة مقدراتهم، وهذه الألاعيب ما راح تنطلي. الشعب في حاجة مقدرات مالية، وانت تروح توزع للبنان، هذا عارفين ان احنا الشغلة هذه كلها معروفة، ولكن الحمد لله وبفضل الله الشعب هذا العراقي الكريم البطل قادر ان شاء الله يدحر هذه العصابة واعوانها. وانا اقول للديول هذول الديول الدول العربية اقصد بها الحكام، انكم هذه الاشياء والمصالح وبيع شعوبكم ما راح تستمر هذه، والحمد لله الشعوب اصبحت تعي لعبة هذه المصالح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سامي من السعودية كان معنا. معنا محمد من الناصرية. محمد، كيف تقيم حكومة مصطفى الكاظمي بعد مرور أكثر من سنة؟ شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا ومشاهديكم الكرام. الحقيقة حكومة الكاظمي لا تختلف على الحكومات التي سبقتها، جاءت بصفقة أمريكية إيرانية واضحة للجميع، ولا يملك السيطرة، وجاء تحت شعارات براقة وخير دليل على هذا بأن الوصف الأخير الذي تعرض للسخرية من أغلب العراقيين وأنا واحد منهم عندما ادعى بأن مقتدى الصدر قائد المقاومة. وهذه مقاومة من؟ مقاومة الإعلام، مقاومة معرف، مقاومة الشعب العراقي، مقاومة على من المقاومة؟ بالإضافة لهذا يعني الحقيقة دا نسمع بأن هناك قال بعض الوزراء، هؤلاء الوزراء اللي هو يريد يقيلهم، هو بالأساس هو صالح أن يدير دفة الحكم بالعراق، هو صالح أن يدير بلد بحجم العراق بخيرات العراق بهذا الشعب العظيم. خلي يفتهم الكاظمي ومن مع الكاظمي واللي طبل للكاظمي وغير الكاظمي، خلي يفهمون بأن العراقيين بعد تشرين غير العراقيين قبل تشرين. خلص احنا هنا قررنا بالناصرية حالنا حال بقية اخواننا في المحافظات الاخرى رفض هذه العملية السياسية بالكامل، وهذا موقف مسجل ولدينا الان هاي قاعدة الرفض 9 يوم بعد عن يوم اخر، واحنا بالنسبة لنا جاهزين اليوم 25 بشهر راح ننزل في كل مكان، وهي دعوة من خلال قناتكم الكريمة لكل العراقيين التواجد في بغداد يوم 25 ايار اللي هو راح يكون البداية أو الانعطاف الجديد في حركة التشريد بعد التوحد، وبعد أن نفضوا بعض الأخوة بعض اللي نفضوا غبار محاولة المشاركة بالعملية السياسية الفاشلة والبائسة والتي دمرت هذا العراق وشعب العراق. لذلك نحن لا نستغرب من الكاظمي بحكم الضغوطات الضغوطات الشعبية. نحن لا نعول لا على إيران ولا على بلال إيران ولا على أي دولة بالعالم، نحن نعول على إرادة شعبنا. نحن كشعب قلنا كلمة للحكومة الكاظمي، ونحن كشعب قلنا حكومة لهذه الأحزاب. وبالمناسبة أنا أقول وأتحدى جميع كل الأحزاب أتحداها بأن هذه الأحزاب لا تمتلك القاعدة الجماهيرية، وخير دليل على هذا بأن نسبة المشاركة الانتخابية الأخيرة كانت تجاوز حتى 15%، وتوقع بأن النسبة القادمة تجاوز حتى 10%، وأنا كمواطن ومراقب عراقي هذا هو الحال. أما الكلام يغير وزراء، ماذا يعني تغيير وزراء؟ وزراء مقصر يجب أن يحال للقانون، تسحب إيده ويحال للقانون إذا كان مقصر. هذه العوبة جديدة في سبيل المماطلة وكسب مزيد من الوقت، ولا تعنينا بصراحة هذه المسرحيات الهزلية التي تحاول النيل من عزيمة المتظاهرين، ويحاول أن يظهر بثول المصلح أو القائد أو لذلك يا أخي نحن في تشرين كجماهير تشرين قلنا كلمتنا ونقولها ونكررها بأننا لن نتراجع لحين إسقاط هذه العملية السياسية البائسة.
هي وأحزابها ورموزها وقياداتها ليسمعوا هذا الصوت الحر من الناصرية، وأتحدث بكل قوة، وهذا حتى لو كان باسم الثلاث لا أخاف أحدا، لأن بلدي عزم روحي وبلدي أبدي بروحي، وسوف نكون متواجدون مع أخوانا الآخرين في كل محافظات. لذلك يا أخي حتى لا أطيل عليكم وأخذ من وقتكم. لا أريد أسألك حول التحضيرات أستاذ محمد، حول تحضيراتكم اليوم 25، يعني تدري أنت آلة القتل والميليشيات، وتدري ما شاء الله كل هذه الصنوف القوات الحكومية يعني تكون متأهبة للمتظاهرين السلميين، ولكن عندما يحدث خرق أمني من قتل ناشط أو متظاهر يعني ما تسمع لهم خبر. تحضيراتكم اليوم 25 أخي العزيز، أولاً عندنا مؤتمر قبل يوم 25 نهاية هذا الأسبوع، عندنا مؤتمر راح يجمع العديد من المحافظات العراقية، وهو مؤتمر تحضيري ليوم 25 وهذه سابقة لقناتكم الكريمة. يوم 25 عندنا، قبل 25 عندنا مؤتمر في نهاية هذا الأسبوع حتى نحدد اللجنة المنظمة، نحدد الخطوات مع الشعارات الموحدة والنزول بساحات التظاهر، والدعوة اليوم قبل قليل أنا أعدت من مدينة الناصرية، وهناك لقاء مع بعض الشباب اللي يعلنوا عن مشاركتهم، وحضور مكثف راح يكون حضور رائع. وأتمنى على كل القنوات الفضائية أيضا، وهي دعوة موجهة، نغطي هذا الكونفدرال الكبير اللي راح يغطي ساحة التحرير وبغداد، خاصة وهو قرر التوجه إلى بغداد. عندنا مؤتمر قادم خلال هذه الأيام الثلاثة القادمة للتهيئة والتحضير وتوحيد المواقف في عموم المحافظات العراقية، وهذه قضية يعني انتهينا من عدة لجنة تحضيرية، وأنا أحد الأشخاص، وأقول لك بصراحة وسنعمل على توحيد صفوفنا. لم يعد أمامنا خيار سوى التصدي لهذه الزمرة المجرمة الطاغية، لم يعد لدينا شيء نخسره، خسرنا أولادنا وخسرنا شبابنا وخسرنا حياتنا وخسرنا كل شيء، ولدينا شهداء ولدينا جرحى ولدينا معوقين ولدينا شباب في الشوارع تستجدي، ولدينا كل شيء. ماذا ننتظر؟ سؤالي الكاظمي ماذا يريد منا؟ الكاظمي وجماعة الكاظمي ومن معه والذين يقفون بجانبه، هؤلاء الذين يقفون معنا ماذا يريدون منا؟ نحن عراقيون ندافع عن بلدنا، لا ندافع لا عن إيران ولا عن أي دولة، مع أي دولة مهما تكون هذه الدولة. نحن عراقيون ومن حقنا أن نمارس حقنا الطبيعي. بعدين أنا أتساءل، اسمح لي دقيقة أخيرة من وقتكم الكريم. تفضل. يا أخي العزيز، من سلط هؤلاء علينا؟ من أقام الصلاحية أن يتحكم بشؤون البلد؟ قلة قليلة تتحكم بشؤون الملايين العراقيين، قلة قليلة تتجاوز حتى المليون، تتحكم ب 40 مليون عراقي. من أقام هذه الصلاحية؟ وأي حقيقة هذه التي يدعون بها ويرفعون شعاراتها من إصلاح وغيرها وغيرها، الشعارات الوهمية المزيفة الكاذبة؟ أين؟ ماذا جنينا منذ عام 2003 ولحد الآن؟ وماذا قدموا للعراقيين؟ هل تعلم بأن الكهرباء الناصية الآن مفقودة؟ هل يعلمون بأن الشوارع الآن مزدحمة ولا يمكن لأي مواطن أن يخرج من بيته؟ هل يعلمون بأن الشباب الآن في الشوارع تبحث عن المبالغ البسيطة في سبيل سد لقمة عيش عوائلهم؟ هل يعلمون بهكذا هؤلاء القادة الذين يدعون قادة ورموز إصلاح وقادة إصلاح، هل يعلمون بما يجري في الناصرية والمحافظات الأخرى؟ إننا نعيش في زمن الفوضى والمهزلة. يسمع الكاظمي لا يعنينا تغيير وزير، ولا يعنينا الكاظمي أو يأتي من بعد الكاظمي، يعنينا نظام سياسي فاسد انتهى دوره وانتهى مفعوله. علينا كشعب عراقي، وهذا ما سنقوله ونرفعه عاليا في داخل ساحة التحرير وفي بغداد يوم 25 وأمام أنظار هذه الميليشيات الوقحة والوسخة، سنقولها مدوية عالية بوجوههم. نحن عراقيون ونرفض الضيم ونرفض الذل ونرفض الإهانة، نريد أن نعيش في بلدنا متساوون جميعا، لا نريد أن يرفع السلاح أحد من هؤلاء الجهلة والمتخلفين أن يرفع السلاح بوجوهنا. لماذا؟ أنا عراقي وأحمل الهوية العراقية وأساسي عراقي، لماذا يأتي من خارج الحدود ويرفع السلاح بالوجه ويقتل كما كان الشهيد الأخير إيهاب الوزي الذي خسرناه، وكان قائد جماهيري منذ عام 2011 كان يرافقنا في تظاهراتنا في 25/2011. لماذا ماذا طالب؟ حالة وحالة بقية ما لا يريدون. نحن ماذا نريد؟ ليس يمكنني
ليعلن امام الملا وامام السعد قبله على الهواء ولست في مكتبي الخاص على الهواء ليسمع من هذا الصوت العراقي لان يسمعي ويناقشني جميعهم قادتهم مقتدى والحكيم واليعقوبي وغيره وقادت كل هذه الاحزاب. انا كمواطن عراقي من مدينه الناصريه اتحدث اتحداهم بالكامل اذا يستطيعون ان يجلسوا معي ويقولوا هذا اللي قدمناه للمواطن العراقي. انا كمواطن بسيط لا امتلك سلطه ولا امتلك وانما امتلك الوعي الوطني وامتلك هويتي الوطنيه العراقيه المقدسه التي انتمي اليها، لذلك اتحداهم بالاسماء اتحداهم ان يجلسوا معي وينظروني علنا وبالهواء مباشره وما القنوات الفضائيه. الكاظمي اذا تسمح لي دقيقه اخرى ارجوك، الكاظمي العوبه بيد هؤلاء، الكاظمي جاء لتنفيذ مخطط لتدمير ما تبقى من العراق والعراقيين والشعب العراقي، جاء ليقتل، جاء باوامر اسياده، لذلك لا يعنينا. نحن توكلنا على الله وعلى ارادتنا وعزيمتنا وحبنا لوطننا، وسوف اخرج بكل قوه يوم 25 ايار، وايضا لدينا كما قلت لك لدينا لقاء تمهيدي او لنا تحضيريه يوم خلال الايام القادمه الثلاثه القادمه، وسيكون لنا موقف وسيسمع الكاظم وغير الكاظم من هو الشعب العراقي الذي خرج في تشرين، وليعلم الجميع بان تشرين اصبحت ثقه ارتكاز وقوه لكل العراقيين ولن نتراجع عنها، وهذا هو تاريخنا المشرف الذي يتصدى به لكل القوى الظالمه المجرمه العميله التي تحاول على بأمن وخيرات العراق. شكرا لكم. شكرا جزيلا لك محمد من الناصريه كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو زينب من النجف. ابو زينب، كيف ترى حكومه الكاظمي بعد مرور سنه من عمر هذه الحكومه والحديث عن تغيير وزراء؟ لماذا يتم تغيير وزراء في هذا التوقيت وهناك انتخابات كما يقولون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. والله هذا مسكين يعني، لان هذا جابوه من خارج العمليه السياسيه، رجل اعلامي وكرفته والشغله براسه صور لا حول له ولا قوه، ولكن كان مدير مخابرات باقي على الحكومه حتى نعم. يعني منها الانتخابات المزعومه في 10 10، يعني قد باقي 6 شهور. ثانيا هم خدعوا الشعب العراقي بشغله اسمها الانتخابات المبكره. هم اساسا باقي الشعب العراقي سنه ونص زياده على 4 سنوات، مو لان الدوره الانتخابيه كل دوره هي 4 سنوات. نعم. اول انتخابات 2005، ثاني انتخابات 2009، ثالث انتخابات 2013، رابع انتخابات اللي جرت ب 2018 كان المفروض ان تجرى في 20/4/2017. نعم. فهم لي قدام ربحانين سنة ونص براس الشعب العراقي. أضف إلى ذلك التأخر بتشكيل أبو زينب. أضف إلى ذلك التأخر بتشكيل الحكومات. وأراويه كل شيء ما يصير. نعم. ما يصير شيء، يبقون نفسهم ذولا. وإذا فازوا ذولا التشرينيين هذا أقسم بذات الله أصير مذبحة عارمة بالعراق، وإذا ما فازوا أيضا يصير حرب أهلية. السحل بالشوارع. فعليهم ان يتحركون من هسه ويتغدون بهم يعني ثوار تشرين هذول الاحزاب الفاسده قبل ما ذولاك يتعشون بهم. انت وين السولف واحنا جاي يقطعونا كل 6 ساعات يعطونا ساعتين. واحنا بعدنا بالشهر الخامس من الصيف. اذا بحزيران شلون؟ بتموز شلون؟ بهاب شلون؟ ها؟ كهرباء ما قدروا يعيدوه، صار له 30 سنه مقطوع من 1991 الى الان. حكومات ايش ذولا؟ احزاب ايش ذولا؟ يعني حتى الترقيعية مو مثلهم. عبد الفتاح السيسي اجى ما صار له 4 5 سنوات
بنى 18 محافظة، مو 18 حي، 18 محافظة، ويحكون علي قسم من ذول المتخرصين الأجراء يسموه بلحة، ويقول أنا بعرف ده، وسوالهم قناة سويس ثانية وعظم الموارد. احنا نركضون على الموظف المسكين، على المتقاعد المسكين، هم يبوقون ويطلعوها براس المساكين. ذاك اليوم صندوق الذهب العالمي، مجلس الذهب العالمي، وهذا تقرير حقيقي، يقول البنك المركزي العراقي يمتلك 96 طن ذهب ويمتلك 113 مليار دولار، واليوم صار الدولار، صار البرميل ب70 دولار، ويحسبوا لك الموازنه على 42 و43 دولار. زين هذا الباقي لمن بيجيب؟ من الصوت؟ صوت الشعب مو صوت الحكومه. وشكرا. شكرا ابو زينب من النجف كان معنا. طبعا بالحديث عن الازمات السياسيه والامنيه، اليوم مصادر امنيه في محافظه البصره كشفت عن العثور على ما وصفته بممرات جديده لتهريب المخدرات ومواد ممنوعه واسلحه قادمه من ايران الى محافظه البصره، يعني تتورط فيها جماعات وميليشيات مسلحة ساهمت في إغراق البصرة ومدن مجاورة لها بتجارة المخدرات وبيع السلاح الرخيص. هذه من الأزمات المستمرة والمتفاقمة في العراق. معنا اتصال أبو عمر من الفلوجة، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ يا أهلا بك، أهلا وسهلا. حياك الله، يا أهلا بك. مشارك على منتخبات؟ لا، احنا دا نتكلم على يعني بعد مرور اكثر من سنه على حكومه مصطفى الكاظمي، ما الذي تغير؟ واليوم هناك حديث عن تغيير 5 وزراء، ليش يغير 5 وزراء وهو بعد للانتخابات تقريبا 4 أشهر 5 أشهر اقل؟ ليش يغير وزراء في هذا الوقت؟ وشنو راح يتغير بتغيير هؤلاء الوزراء؟ والله استاذ عمر انتخابات ماكو. يعني هو ده تغيير، لأن يعني حد الآن قاعد يتحدثون عن رئيس الوزراء القادم يعني خارج الانتخابات، يعني يعرفون الانتخابات ما تجيب أي شيء. نعم. رئيس الوزراء الجاي يقول أن الاتفاقات السياسية يعني مخارج العملية السياسية على أساس. هاي ليش دافهم يعبرون عنه؟ نعم. انقطع اتصال مع أبو عمر من الفلوجة. طبعا محافظة البصرة تعاني، هذه المحافظة الواقعة على مياه الخليج الحدودية مع إيران والكويت تعاني من مشاكل أمنية. تقول السلطات هناك بأنها ناجمة عن أنشطة ميليشيات وجماعات مسلحة تقول بأنها تحاول فرض هيمنتها على المحافظة الغنية بالنفط والتي يصدر العراق منها نحو 80% من إنتاجه النفطي للعالم عبر موانئ ومنصات عائمة في مياه الخليج. طبعا كنا نذكر أول ما أجى الكاظمي تعهد بأنه المنافذ الحدودية سوف يتم السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية وإخراج الميليشيات والجماعات المسلحة، ولكن بين فترة وأخرى نسمع بأن هناك عمليات تهريب للمخدرات لم تنقطع، ربما يتم الجزم من قبل بعض المصادر الصحفية وبعض المصادر حتى الحكومية والأمنية بأن عمليات تهريب المخدرات بالتحديد تتم بشكل يومي من إيران إلى العراق، حتى أصبح العراق بلد مصدر، يعني بلد مصدر لهذه المادة القاتلة وانتشارها بين الشباب العراقي. هذه من الأزمات في المجتمع العراقي. على الكهرباء مثل ما تحدث محمد بن الناصرية وتحدث أبو زينب كذلك، يعني كل بداية فصل صيف ترجع موضوع الكهرباء، وحتى بالشتاء هناك مشاكل ولكن يعني تخف الحاجة للكهرباء. اليوم بديالة المتظاهرين قطعوا العشرات من هم عشرات من المتظاهرين قطعوا يعني طرق رئيسية في ديالة وطالبوا بتحسين إمدادات الكهرباء إلى منازلهم، وتجمع المتظاهرون في منطقة الهارونية بقضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كيلومتر شمال شرق بعقوبة، وقطعوا الطريق الرئيس الواصل بين بعقوبة وقضاء خانقين وفق مراسل الأناضول، ويعني يعتبر هذا الطريق طريق استراتيجي لأنه يربط معبر المنذرية الحدودي البري مع إيران بمدينة بعقوبة وصولا إلى بقية مناطق العراق. طبعا
بحسب يعني تقديرات وزارة الكهرباء بأن العراق ينتج 19,000 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30,000 ميجا واط وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء. يعني 11,000 ما قادرين يدبروها الجماعة، صاروا 18 سنة وصرفوا تقريبا أكثر من 50 مليار دولار على قطاع الكهرباء. هذه كلها مشاكل متراكمة. كذلك أضف إلى ذلك بأنه موضوع الانتهاكات في سجون العراق، يعني تكرار هذه الانتهاكات تتم بشكل يعني دوري ومع كل حكومة، حيث تحدثت يوم أمس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وحذرت من الانتهاكات داخل سجون العراق والتي تضم آلاف المحكومين بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالإرهاب، ودعت إلى تطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان فيها على خلفية الكشف عن وفيات في سجن الحوت بمحافظة ذي قار. سجل سجن الحوت يوم الاثنين وفاة سجين وفقا لوكالات أنباء محلية، كما لم تعلن عن حوادث مماثلة سابقة من قبل إدارة السجون. وقال عضو مجلس أمناء المفوضية فاضل الغراوي في بيان بأن أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد تشهد العديد من المشكلات وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين، وهناك العديد من المشكلات أبرزها الاكتظاظ وتأخر إطلاق سراح المعتقلين والزيارات العائلية والضمانات القانونية والغذاء والصحة، وكون السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وتعدد إدارات السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية واستنزاف الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة. شدد الغراوي على أن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق معايير وضمانات حقوق الإنسان في السجون ووقف الانتهاكات، وطالب الحكومة والبرلمان بتشريع قانون العقوبات البديلة لمعالجة الاكتظاظ وإيقاف الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة المليارات. طبعا توجه انتقادات لوزارة العدل في العراق بمنع لجان حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون، كما اتهم الناشط الحقوقي أحمد الدايني بعثة الأمم المتحدة في العراق بأنها تتغاضى عن جملة من الانتهاكات اليومية في السجون وتجامل الحكومة والقوى السياسية، وأشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 3 نزلاء يموتون أسبوعيا في السجون بسبب التعذيب أو سوء التغذية والأمراض من دون رد فعل من المنظمة الأممية العاملة في العراق. يعني لا المواطن اللي عايش خارج السجن مخلص ولا اللي بالسجن مخلص. معنا اتصال من كربلاء. هادي من كربلاء، تفضل هادي. هادي تسمعني؟ انقطع اتصال مع هادي من كربلاء. طبعا الناشط الدائني أكد بأن ملف السجون بات من القضايا الإنسانية الحرجة ويشمل فسادا ماليا وتورطا سياسيا حتى على مستوى الفصائل المسلحة المتنفذة في البلاد، وبات ضمن خانة المساومات والابتزاز السياسي. طبعا منظمة Human Rights Watch يعني كشفت في تقارير سابقة لها عن عمليات تعذيب يمارسها ضباط في مراكز الاحتجاز في العراق، وأكدت إرسال تقارير تفصيلية بالوقائع إلى الحكومة، لكنها أي الحكومة لم تتخذ أي إجراء إزاء ذلك. طبعا توفي معتقل في سجن الناصرية المركزي المسمى سجن الحوت جنوبي العراق بسبب الإهمال الصحي، وذكرت مصادر صحفية بأن المعتقل من أهالي المتوفى المعتقل من أهالي الأنبار يبلغ من العمر 44 عاما، وقد اعتقل سابقا ضمن المادة 4 إرهاب. وكانت مصادر مطلعة أكدت أمس وفاة معتقل من أهالي مدينة الموصل في العقد الخامس من عمره داخل سجن الناصرية نتيجة الإهمال الطبي وتدني مستوى الخدمات الصحية. هذه كلها تأتي في مسلسل الأزمات في العراق إن كانت سياسية أو أمنية أو اجتماعية. خلونا نقرأ رسائل الواتساب. هنا رسالة تقول: يتاجرون باسم الدين ويجاهدون بأبناء الآخرين، الكاظمي دمر العراق ودمر شباب العراق، حسبي الله ونعم الوكيل على الكاظمي والأحزاب. أرجو كتابة الاسم، يعني حتى إذا كان اسم يعني مثلا أم فلان أبو فلان،
حتى يتسنى لنا قراءة الرسالة بشكل كامل. أبو حاتم الموصل يقول السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ عمر وللجميع. يقول العراق بدون حكومة وإدارة ولا مسؤول واحد في العراق. يقول الاحتلال وأعوانه عدو استولوا على مقدرات العراق وشعبه. حكومة يقول مشكلة في العراق، حكومة تخدم ضد الشعب، يقدم وزير ويأخر وزير، هذا لخدمتهم. يقول لن ينفع العراق بشيء إلى الخلاص من هؤلاء مثل الأجداد الذين تخلصوا من الإنجليز وأعوانه. يقول هذا الحل الوحيد. تحياتي للجميع. رسالة أخرى يقول فيها أستاذ عمر مساء الخير، يقول تغيير الوزراء، يقول مال تعزيله، يقول حاجة بربع، نائب بربع، كل شيء بربع، ما دام ماكو وطنية. كيان من بغداد. نعم، طبعا من ضمن الأزمات في العراق ما كشفته وكالة المربد نقلا عن مسؤولين في محافظة الأنبار، والمسؤولين في محافظة الأنبار طالبوا بفتح مقبرة جماعية تم الحديث عنها في الأيام الماضية، وقالت بأنه لا يمكن تحديد عمر هذه المقبرة وعدد الضحايا فيها، حيث طالبت السلطات المحلية في محافظة الأنبار بفتح مقبرة جماعية تم اكتشافها يوم الأربعاء الماضي في قضاء الفلوجة بحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية. بينت بأنه لا يمكن تحديد عمر المقبرة وعدد ضحاياها وعائديتهم بالوقت الراهن. نائب محافظ الأنبار مصطفى العرسان تحدث لوكالة المربد وقال بأن هذه المقبرة هي شاهد رفاتها قسم من المزارعين بالقرب من الطريق الدولي باتجاه بغداد، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وبين بأن المقابر الجماعية لا تفتح إلا بأمر قضائي وعبر مؤسسة الشهداء وبحضور خبراء عدليين، ولا يسمح للحكومات المحلية بفتح أي مقبرة لأن ذلك خارج اختصاصها، ولأن ذلك يحتاج إلى أمور لوجستية وفنية لغرض تحتاج إلى دقة في الاكتشاف والتعرف على الرفات وإحصاء أعدادهم وعائديتهم لمعرفة هويتهم. لفت إلى أن الآلاف من محافظة الأنبار في عداد المفقودين، قسم فقدوا بسبب تنظيم داعش وآخرون في ظروف غامضة. ماكو ظروف غامضة، ميليشيات اختطفتهم، في ناس كتلتهم داعش وناس كتلتهم الميليشيات، ومعروف أنه أكثر من 3000 فقط في الأنبار المغيبين على أيدي الميليشيات. يقول يتطلب بحث دقيق للتعرف عن الضحايا، وهذا يعني نتحدث عن مسلسل الأزمات المستمر في العراق. موضوع المقابر الجماعية الذي يكتشف بين الفينة والأخرى، إن كان في محافظة الأنبار ولا صلاح الدين ولا في أماكن أخرى، تغض الطرف ولا تتحدث فيه الحكومة في العراق. ويعني الإنسان مع الأسف أصبح ليس له قيمة في العراق في ظل هذه الطبقة السياسية. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بالنسبة بخصوص مصطفى الكاظمي واللي يريد يغير 5 وزراء بالحكومة مالته، يعني احنا الفشل هذول الوزراء يعني يصير على الوزير لو على رئيس الوزراء نفسه. يعني بهالفترة هاي عرف ان الوزراء هذول ما قدمهم فتشيل وزاراتهم والمجتمع العراقي، هي كل الحكومة على رأسها مصطفى الكاظمي ما قدمهم فشي، وحكومة فاشلة وفاسدة. يعني لو مقدمهم للقضاء العراقي ومحاسبهم قانونيا كان أسلم له. يعني كل الوزارات ما قدمت فتشي، لا وزير الزراعة، لا التجارة، لا الكهرباء، كل الوزارات ما إلها أي يعني خدمات ومقدمين خدمة للمواطن العراقي. شنو اللي يسووه؟ يعني ماكو عندنا فتشي، ماكو عندنا إنجاز من 2003 لحد الآن، لا بناء مستشفيات، لا وزير الصحة قدم فتشي بناء وطور وزارة الصحة اللي هي محسوبة الحزب. ليش هذا يعتمد هذا الفشل؟ الفشل لأن من 2003 حكومة الاحتلال الأمريكي الإيراني حكومة محاصصات. يعني هذا المنصب الوزير أي وزير كان يعطوها للمحاصصة، محاصصة بين الأحزاب يتقاسموها. يعني فهاي القسمة اللي يتقاسمون المناصب السيادية كوزارات، يعني بالتأكيد راح يجي شخص مو مناسب بالمكان المناسب. يعني فما قدمهم كلهم، حكومة فاشلة من 2003 ولحد الآن كلهم بدون خدمات. يعني ما سووا إنجازات تذكر لهم في سبيل التاريخ يذكرهم.
يذكر وزير الصناعة وزير التجارة أو وزير كهرباء كلهم فاشلين، وعلى رأسهم هو اللي مفروض يتبدل هو رئيس الوزراء نفسه، حكومته فاشلة، مثلا مصطفى الكاظمي، عادل عبد المهدي، حيدر العبادي والمالكي، ذول الشخصيات هم اللي داروا العراق من تقريبا 2005 ولحد الآن. شنو اللي قدموه للمواطن العراقي البسيط؟ يعني ارتقم بالمجتمع العراقي إلى بناء مجمعات، تطوير الكهرباء، استفادة من مياه نهر دجلة والفرات، بناء سدود وبحيرات، اليد العاملة خلوها فتشي ساعدة من الناس، كلها يد أجنبية. فهاي الحكومات كلها فاشلة، ومع الأسف احنا كعراقيين نعرف انهم كلهم حرامية وفاسدين. يعني ما راح الوزير إذا غير هاي. ليش يتم الحديث عن تغيير 5 وزراء بهذا التوقيت؟ الانتخابات جاية، والصراعات السياسية الطائفية الموجودة بالحكومة هاي مال مصطفى الكاظمي موجودة، فهي كلها صراعات سياسية يغيرون، مجرد ضغط في سبيل من يجي يطي منصب وزير يستفاد من هاي الكوميسيونات ويستفاد قبول من الأحزاب المؤيدة. ونحن نعرف هسه بدت التكتلات بيناتهم، بين بين الأحزاب والسياسيين، تكتلات فتح وتكتلات المالكي والصدر وغيرها وتقدم وغيرها، كل هاي الكتل أكو صراع حسب بيناتهم. فمن يقيلون وزير أكو بيها مكاسب إلا مادية واللي بالانتخابات القادمة، وكلها شغلات تخدمهم إلهم فقط. هو لو صدق وطني ويقول أن يعمل لخدمة العراق مصطفى الكاظمي يحيلهم إلى المجلس القضائي الأعلى لمحاسبتهم على أنهم ما قدموا في الشيء، وكل الأموال اللي صرفت لهم كل سنة تنزل ميزانية للوزارات، هاي شنو قدمتوا بيها؟ شنو بنيتوا من مجمعات؟ شنو اللي سويتوه أنتوا كوزير، وزير الصناعة أو وزير الموارد المائية أو غيرها؟ كلهم بدون استثناء المفروض يحاسبهم ويقيلهم إلى المحاكم المختصة في سبيل يتعظون بقية الوزراء راح يستلمون مناصب بالمستقبل. نعم، لكن هم كلهم فاسدين. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.